السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نحاول بإذن الله تعالى أن نقوم بمراجعة عامة للتهيؤ لامتحانات البكالوريا بالنسبة للسنة الثانية، بكالوريا علوم رياضية ألف وباء، علوم فيزيائية وعلوم الحياة والأرض. إذا ستكون هناك ملخصات جد مركزة، تصحيح تمارين من الامتحانات الوطنية، يعني سنختار بعض التمارين الامتحانات الوطنية للتدرب على هذه الأجهزة. إذن أولا الموجات الميكانيكية، فمثلا هنا موجة طول الحبل، إذن فالموجة هناك انتشار اتجاه الانتشار واتجاه التشويه متعامدا، مما يعني أن الموجة مستعرضة طول الحبل. بالنسبة للنابض اتجاه الانتشار واتجاه التشويه متوازيان، فمعنى أنها موجة طولية. إذن أعطي تعريف للموجة الميكانيكية. المتوالية هي ظاهرة انتشار إشارة تشويه في وسط مادي ومرن، وهي تتم بانتقال الطاقة دون انتقال المادة. إذا الموجة المستعرضة كما رأينا هنا، فهي الموجة التي يكون فيها اتجاه انتشارها عموديا على اتجاه تشويه كموجة طول الحبل. الموجة الطولية يكون اتجاه انتشارها موازيا مع اتجاه تشويه كموجة طول نابض، إذا كما تلاحظون بالنسبة للنابض في الشكل أعلى. سرعة انتشار موجة إذا تعطى بالعلاقة التالية V تساوي دي على دلتا تي، حيث الدي هي المسافة المقطوعة من طرف الانتشار من طرف الموجة هي المتر، دلتا تي المدة الزمنية المستغرقة بالثانية، عفوا بالمدة الزمنية المستغرقة بالثانية، إذا هنا اس ماشي ام. بالنسبة للفي متر بار سكوند هي سرعة الانتشار. الآن نمر إلى التأخر الزمني. ماذا نعني بالتأخر الزمني؟ إذا تلاحظون هنا بأن مثلا لدينا التشويه وصل إلى أم بعد مدة زمنية وصل إلى أم بريم، إذا هذه هي ما يسمى بالتأخر الزمني بين التي والتي بريم، ولا التي أم والتي أم بريم. إذا فالتأخر الزمني هو المدة الزمن اللازمة لمرور موجة من موضع أم إلى موضع أم بريم، حيث تو هي تي أم بريم ناقص تي ام. اذا يمكن لنا نحسبوها المسافه ام ام بريم على في، اذا هذه كيفيه حساب طو. اذا طو تساوي ام ام بريم على في، واذا كانت عندنا طو عندنا ام ام بريم يمكن ان نحسب كذلك سرعه الانتشار في، بحيث في تساوي ام ام بريم على طو، لان هي دلتا تي. الان نمر الى الموجات الميكانيكيه المتواليه. تعريف، إذا ماذا نعني بالموجة الميكانيكية المتوالية؟ الدورية هي الظاهرة الناتجة عن انتشار تشويه دوري في وسط الانتشار. الموجات الميكانيكية المتوالية الجيبية هي الظاهرة الناتجة عن انتشار تشويه جيبي في وسط الانتشار، بحال هذه موجة ميكانيكية متوالية جيبية. طول الموجة أو الدورية المكانية لوندا هو أصغر مسافة بين نقطتين لهما نفس الحالة الاهتزازية، وحدته هي المتر. كاين الدورية الزمنية أو الدور الزمني، تي هو المدة الزمنية التي تتكرر فيها الظاهرة بكيفية مماثلة، وحدته هي الثانية الدور. إذا هنا لاحظتوا هنا مثلا في عندنا محور الأفاصيل بالزمن، فمن الرأس إلى الرأس كريتا كريت عندنا تي تساوي واحد ثانية. الآن إذا هنا هو الشيء اللي قلت أنا بالنسبة للدور، إذا من الرأس حتى الرأس يعني التي يتكرر عندما نعيد تكرار، فهنا بدأنا دور جديد. إذا التردد هو مقلوب الدور تي، يعني أن تساوي واحد على تي، وحدته هي الهيرتز. سرعة انتشار موجة ميكانيكية دورية هي في تساوي لندا على تي، إذا مسافة على مدة زمنية، وهي كذلك بحكم أن التردد هو واحد على تي، ففي هذه الحالة تساوي لندا ان. إذا هنا
عندنا هاد درت شكلين مختلفين. إذن الشكل الأول عندنا هنا محور الأفاصيل، بالثانية هنا يمكن ليا نحسب طول الموجة، نحسب الدور أو الدورية الزمنية. وإذا كانت عندي المسافة هنايا يمكن ليا نحسب طول الموجة. إذن هذه ملاحظة مهمة جدا. الآن ظاهرة الحيود، ماذا نعني بظاهرة الحيود؟ هي الظاهرة الناتجة عن تغيير اتجاه انتشار الموجة عند مصادفتها لحاجز عرضه أصغر من طول الموجة. إذا لاحظوا هنا في الأسفل، كنلاحظوا بأن هنا طول الموجة وهنا أ. إذا كشرط أساسي لكي يكون هناك حيود لابد من أن يكون عرض الشق أ أصغر من لوندا، أصغر أو يساوي. وعلى العموم باش تكون عندنا حيود جيد خاص تكون أ أصغر قطعا من لوندا. الوسط المبدد، ماذا نعني بالوسط المبدد؟ فهو كل وسط تتعلق فيه سرعة الانتشار في بتردد المنبع. إذا كانت هناك تغير، إذا تغيرت السرعة عندما نغير تردد المنبع فهذا يسمى بوسط مبدد. مقارنة حركتي النقطة من وسط الانتشار، إذا هنا كاين عندنا مثلا نقطة ام ان، كاين ام ان بريم ولا ان ان بريم. إذا هنا كيف يتم المقارنة؟ فهنا نحسب المسافة ام ان، إذا كانت تساوي كالوندا يعني هنا سيكون عندنا توافق في الطور، ك تنتمي إلى ان، ك واحد جوج ثلاثة أربعة إلى غير ذلك. وإذا كانت مثلا في الحالة ديال ام مع ان بريم، ك تساوي ك لوندا زائد لوندا على جوج، يعني هناك تعاكس في الطور، ك تنتمي دائما إلى ان. إذا هذا بالنسبة للوسط المبدد. أثناء استعمال الوماد لدراسة حركة دورية، ليكن تي اس و ان اس دور وتردد الوماد، والتي و ان دور وتردد الموجة. إذا كانت تي اس أكبر، إذا لكانت ان ان اس تساوي ان ولا تي تساوي تي اس، هذا تسميه توقف ظاهري. ولا كان تي اس اكبر من تي بقليل، او ان ان كبر من ان اس لان المقلوب ديالها بقليل، نقول حركه بطيئه للموجه في المنحى الحقيقي للانتشار. واذا كان تي اس اصغر من تي بقليل، او ان اصغر من ان اس بقليل، حركه بطيئه للموجه عكس المنحى الحقيقي للانتشار. نمر الآن إلى الدرس الأخير من الموجات، وهو انتشار موجة ضوئية. الضوء هو عبارة عن موجة كهرومغناطيسية مستعرضة تنتشر في الفراغ وفي الأوساط المادية الشفافة، عكس الموجات الميكانيكية التي تنتشر في الأوساط المادية فقط. سرعة انتشار الموجات الضوئية في الفراغ هي 3×10^8 متر بار سكوند. إذا هذه السرعة تعرفونها. سرعة انتشار الموجات الضوئية في الأوساط المادية الشفافة، إذا في كتساوي لوندا على تي، ولا تساوي كذلك لوندا على ان، لأن التردد هو مقلوب الدور. في الفراغ يكون لدينا سي كتساوي لوندا زيرو على تي كتساوي لوندا زيرو ان، لوندا زيرو طول الموجة في الفراغ. ظاهرة حيود موجة ضوئية، أثناء حيود موجة ضوئية تتحقق العلاقة. إذا هنا تجارب يعني رأيتموها بطبيعة الحال في القسم، أن تيتا تتساوي لوندا على أ، عقلوا مزيان على هاد العلاقة، تيتا تساوي لوندا على أ. إذا حيث تيتا الفرق وليس الفوق، الفرق الزاوي بين مركز البقعة المركزية المضيئة وأول بقعة مظلمة. إذا أ عرض الشق، وشرط حدوث ظاهرة الحيود هو أ أصغر من لوندا. إذا كتلاحظوا هنا مثلا الليزر شق عرض، العرض أ خصو يكون أصغر من لوندا. إذا لوندا طول الموجة بالمتر، تيتا بالراديان، و أ بالمتر. إذا هنا نعود إلى الشكل السابق. إذا هنا عندنا تيتا، نعتبر مثلا أن تيتا صغيرة جدا، نكتب يعني إذا كانت تيتا صغيرة جدا فتيتا طنجون تيتا يقارب تيتا أو سينس تيتا كذلك. هنا عندنا طنجون تيتا، إذا هنا طنجون تيتا يساوي المقابل على المحاذي. إذا هذا الوتر للفوق، الوتر للتحت، المحاذي. وهنا عندنا
المقابل. إذا المقابل هنا هو ال على اثنان، يعني هنا عندنا هنا ال ياك. إذا هنا البقعة الضوئية المركزية، إذا فالنص ديالها هو ال على جوج، طولها ال، إذا هنا ال على جوج. إذا طنجون تيتا هي ولا تيتا هي ال سيغ دو دي، يعني المسافة دي. إذا فمن العلاقة السابقة تيتا تساوي لوندا على ا، إذا ستصبح العلاقة هذه مهمة جدا، هذه العلاقة ال سير دو دي تساوي لوندا على ا، يمكن أن نبرهن عليها كما رأيتم. إذا من هاد العلاقة ال على دو دي تساوي لوندا على ا، يمكن لنا أن نخرجوا عرض البقعة المركزية ال، يمكن لنا نلقاو كذلك لوندا، يمكن لنا نلقاو ا، يعني الشق عرض الشق على حساب السؤال وعلى حساب التمرين. تبدد الضوء هو الظاهرة التي تمكن من فصل الإشعاعات ذات الألوان المختلفة. إذا الضوء المتعدد الألوان هو كل لون يحتوي على عدة ألوان كالضوء الأبيض مثلا، يتبدد الضوء الأبيض عند مروره عبر موشور. نعرف أو يعرف معمل الانكسار آن لوسط شفاف بالعلاقة آن تتساوي سي على في. إذا هنا كتلاحظوا بأن معامل الانكسار دائما أكبر من واحد، ولدينا في كتساوي لوندا على تي، إذا هذه علاقة معروفة، والسي كتساوي لوندا زيرو على تي. لوندا زيرو طول الموجة في الفراغ، ولوندا طول الموجة في الوسط المادي. إذا يمكن لنا السي على في، غادي نلقاو لوندا زيرو أن تساوي لوندا زيرو على لوندا. إذا هذه مسألة بسيطة، إذا السي على في إذا هي لوندا زيرو على تي، في المقلوب ديال تي على لوندا نلقاو لوندا زيرو على لوندا. العلاقات المميزة للموشور، إذا هنا عندنا موشور، إذا كاين هنا الشعاع الوارد، كاين هنا زاوية الورود إي، كاين هنا انكسارين، إذا كاين هنا الشعاع الزاوية الأولى أخ، وكاين الزاوية الثانية أخ بخيم، وهنا زاوية الانبثاق هي إي بخيم. إذا فالعلاقات المميزة، إذا هنا عندنا خاصنا العلاقة ما بين إي، العلاقات ديال ديكارت شفتوها في السنة الأولى بكالوريا. إذا عندنا هنا الهواء، هنا عندنا مثلا الزجاج او البلاستيك على حساب ماشي مصايب الموشور. اذا فالعلاقه الاولى هي سينيس اي ايكال ان سينيس اخ، نفس العلاقه بالنسبه للوجه الاخر من الموشور، غنلقاو سينيس ديال اي بريم كتساوي ان سينيس اخ بريم، ثم ا هي اخ بليس اخ بريم، يعني يمكن ان نبرهن على ذلك، ولكن حنا عندنا ملخص جد مركز. ثم الدي يعني زاوية الانحراف، يعني هي ما بين هي الزاوية الموجودة بين الشعاع الوارد والشعاع المنبثق، هنا دايرها بالأحمر وكاتب زاوية الانحراف. دي هي إي زائد إي بريم، يعني زاوية الورود زائد زاوية الانبثاق ناقص إخ بليس إخ بريم، يعني ناقص الأ، يعني زاوية المنشور الموشور. إذا هناك فاصل، إذا فلا تنسوا لمن لم يشارك في القناة، لا تنسوا الإعجاب الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم جزيلا. نبدأ بالتمرين الأول. إذا التمرين الأول كتعلمون بأن الموجات كتكون على ثلاثة ديال النقاط هي الفيزياء النووية، يمكن تعطاو الموجات، يمكن يعطى الفيزياء النووية، يمكن يدمجوا بيناتهم في بعض الامتحانات الوطنية تم الدمج بين الاثنين. إذا التمرين الأول الدورة الاستدراكية 2016، الموجات الميكانيكية والموجات الضوئية، موجات تتميز كل منها بخصائص معينة وتمكن الظواهر المرتبطة بانتشارها من توفير معلومات حول أوساط الانتشار وطبيعة الضوء، وكذلك من تحديد بعض البارامترات المميزة. يهدف هذا التمرين إلى تعرف بعض خاصية الموجات فوق الصوتية والموجات الضوئية من خلال انتشارها في أوساط مختلفة. خاصية الموجات فوق الصوتية والموجات الضوئية، انقل على ورقة تحريك رقم سؤال واكتب الحرف الموافق للاقتراح الوحيد الصحيح بين ما يلي: موجات فوق الصوتية، موجات طولية. أجل تردد الضوء المرئي محدودة ما بين 400 نانومتر و1000 نانومتر،
موجات فوق الصوتية والموجات الضوئية لها نفس سرعات الانتشار في نفس الوسط، تردد الموجات الضوئية تغير من وسط إلى آخر. السؤال الثاني، انتشار موجات فوق صوتية، نضع في نفس الموضع باعثا أو مستقبلا R للموجات فوق الصوتية على مسافة 42.5 سنتيمتر من الحاجز، تنتشر الموجات فوق الصوتية انطلاقا من E ثم تنعكس على الحاجز فتستقبل من طرف R. مكن نظام مسك معلوماتي من معاينة الموجات المرسلة A والموجات المستقبلة B، يمثل الشكل واحد الرسم التذبذبي ان هذا هو الرسم كاين الشكل واحد الشكل اثنان. حدد قيمة طو التأخر الزمني بين الموجتين A و B، تحقق ان قيمة سرعة الانتشار في الهواء هي 340 متر سكوند موانزا. نعيد انجاز التجربة باستعمال العدة السابقة حيث تنتشر الموجات فوق الصوتية في الماء، نحصل بواسطة نظام المسك المعلومات على الرسم تمثل الشكل اثنان. في اي الوسطين هواء ماء يكون انتشار الموجات فوق الصوتية اسرع؟ علل جوابك. اذا هنا عندنا في الشكل اثنان، عندنا في الماء، وعندنا في الشكل واحد في الهواء. اذا هنا يمكن لك توقف الفيديو وتحاول تفكر في الاجوبة على هذا التمرين، اما انا فساتابع التصحيح. باقي السؤال الثالث، انتشار موجات ضوئية، نضيء شقا رأسيا عرضه A تساوي 0.1 ملم بواسطة جهاز الليزر، يعطي ضوءا أحادي اللون، طول موجته لون دار 632.8 نانومتر، فتظهر على شاشة توجد على مسافة D من الشق بقعة ضوئية تبرز حدود ظاهرة الحدود. يعبر عن عرض البقعة المركزية بالعلاقة L تساوي 2 لندا D على A. سرعة انتشار الضوء في الفراغ أو الهواء هي C كتساوي 3×10^8 متر سكوند موانزا. السؤال الأول، حدد قيمة مي تردد الضوء المستعمل. نعيد التجربة باستعمال خيط رفيع رأسي قطره A0 فيصبح عرض البقعة المركزية هو L0 يساوي 2L. حدد قيمة A0. إذا توقيف الفيديو، فحاولوا أن تنجزوا التمرين بأنفسكم، بعد ذلك تتابعوا مشاهدة الفيديو. إذا نبدأ، إذا هنا نختار الجواب الصحيح. إذا نبدأ ب، مجال ترددات الضوء المرئي محدودة ما بين 400 نانومتر و 1000 نانومتر. إذا هذا بطبيعة الحال الجواب خاطئ، لأن اللي كتعرفوا أن ترددات الضوء المرئي محدود ما بين ترددات محدودة ما بين 400 و 800 نانومتر، هذا جواب خطأ. جيم، الموجات فوق الصوتية الموجات الضوئية لها نفس سرعة الانتشار في نفس الوسط، كذلك خطأ، لأن سرعة الانتشار لا تكون نفسها بالنسبة للموجات فوق الصوتية والموجات الضوئية. تردد الموجات الضوئية يتغير من وسط إلى آخر، إذا هذا كذلك خطأ. إذا الجواب الصحيح هو الموجات فوق الصوتية هي موجات طولية، إذا هذا هو الجواب الوحيد الصحيح. التأخر، السؤال الثاني، التأخر الزمني. إذا هنا التأخر الزمني درت هنا بالأحمر، إما تبدأ من النهاية إلى النهاية أو من البداية إلى البداية. إذا نفس الشيء، إما من النهاية إلى النهاية هنا بالأحمر، وبالأخضر هنايا من البداية إلى البداية. إذا هنا كتلاحظوا مثلا خدينا من النهاية عندنا 3 ملي سكوند ناقص 0.5 أو 2.5 ناقص 0. إذا ففي الحالتين معا كيعطينا 2.5 ملي سكوند. جوج سرعة الانتشار، إذا فهنا عندنا في هي 2D على طو، لأن هنا مشى وجا، لأن 2D على طو تطبيق عددي كتعطينا تقريبا 340 متر بار سكوند، وهذا هو المطلوب. قال لك بين بأن سرعة الانتشار تساوي 340 متر بار سكوند. عفوا، هنا نقارنوا ما بين السرعة في الهواء والسرعة في الماء. إذا هنا إشكال لاحظوا هنايا بأن المدة الزمنية كتنقص، إذا إلا نقصت المدة الزمنية معناه تكون سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية أسرع في الماء، لأن التأخر الزمني في الماء تناقص بكثير عنه في الهواء. إذا فهنا سرعة الانتشار تزداد من الغاز إلى السائل إلى الجسم الصلب، إذا الأجسام الصلبة تكون فيها سرعة انتشار الموجات أكبر من السوائل، أكبر من الغازات. هذه كذلك ملاحظة مهمة جدا.
الآن قيمة التردد، تردد الضوء المستعمل، إذا نعلم بأن مي تساوي سي على لندا، إذا فهنا تطبيق عددي كتعطينا 4.74 في 10 أس 14 هرتز. نعيد التجربة باستعمال خيط رفيع رأسي قطره A0 فيصبح عرض البقعة المركزية هو L0 تساوي 2L قيمة، حدد قيمة A0. إذا هنا عندنا A تتساوي كما شفنا A هي 2 لندا دي سيخ L، هذه العلاقة مهمة جدا رأيناها كذلك في الملخص. ولدينا A0 كذلك 2 لندا دي سير L 0. إذا مع العلم أن L 0 تساوي 2 L، ففي هذه الحالة A0 تساوي 2 لندا دي اللي هي على A0 هي 2 L، إذا كتبقى لنا A0 هي لندا دي على L. نختزل باثنان، اذا لوندا دي على ال، نرجعوا للعلاقه ديال لوندا دي على ال. اذا هنا ا تساوي 2 لوندا دي على ال، بمعنى ان لوندا دي على ال تساوي ا على 2، وبالتالي كتطبيق عددي نجد 0.05 ملي متر بكل بساطه. نمر الان الى التمرين الثاني، انتشار موجة ضوئية الدورة الاستدراكية 2011. إذا هنا حاولت نجمع تمارين مختلفة، لا بالنسبة لعلوم حياة الأرض ولا بالنسبة للعلوم الفيزياء ولا بالنسبة للعلوم الرياضية. إذا هنا الجزئان 1 و 2 مستقلة. الجزء الأول تحديد قطر خيط صيد السمك. أصبحت خيوط صيد السمك تصنع من مادة النايلون لكي تتحمل مقاومة السمك المصطاد، ويكون لها قطر جد صغير حتى لا ترى من طرف أحد. لتحديد قيمة القطر A لأحد الخيوط، تمت إضاءة بواسطة حزمة ضوئية أحادية لون مبعث من جهاز الليزر، هو الشكل اللي عندنا. طول موجاتها في الهواء لوندا، يلاحظ على شاشة، توجد على المسافة دي من الخيط، تكون بقعة ضوئية، عرض البقعة الضوئية المركزية هو L. معطيات سمي الظاهرة التي يبرزها الشكل، لأن الدائرة معروفة. علما أن تعبير الفرق الزاوي تيتا بين وسط البقعة الضوئية المركزية وأحد طرفها هو تيتا يساوي لوندا على A، أوجد تعبير A بدالة دي L لوندا في حالة فرق زاوي تيتا صغير جدا، أحسب قيمة A. ثالثا نعوض جهاز الليزر بجهاز الليزر آخر طول موجاته لوندا بخيم، فنحصل على بقعة ضوئية مركزية عرضها L بريم يساوي 8 سنتيمتر. عبر عن لوندا بخيم بدلالة لوندا L بريم، أحسب قيمة لوندا بخيم. إذا يمكنكم أن توقفوا الفيديو لكي تجيبوا على التمرين. هذا بالنسبة للجزء الأول. نبدأ بالجزء الأول، إذا اسم الظاهرة، إذا كتعرفوا هذه الظاهرة تسمى بظاهرة الحيود. السؤال الثاني، إذا هنا نعطيو العلاقة ديال A بدالة دي و L، إذا هذه كذلك رأيناها في الملخص، نذكر بها، فتيتا تساوي لندا على A تساوي L على 2 دي، بمعنى أن A هي 2 لندا، 2 لندا دي على L. ونحسب فنجد بأن A تساوي 5.10 ناقص 5 متر، يعني تقريبا 50 ميكرو متر. يمكن لنا، لا داعي للتحويل هنا، يمكننا نخلوها بالوحدة العالمية، يعني دون لو سيستيم انترناسيونال، يعني بالمتر، يعني لا داعي للتحويل إلى الميكرو متر. إذا نمر إلى الجزء الثاني، تحديد قيمة طول موجة ضوئية في الزجاج. تم إرسال حزمة ضوئية أحادية اللون منبعثة من جهاز الليزر على وجه مشهور من الزجاج، معامل انكساري ان تساوي 1.58. معطيات، ما غاديش نقرا المعطيات اللي تهمنا، المعطيات ممكن نرجعوا لها، لندا 0 ان. احسب قيمة مي سرعة انتشار الحزمة الضوئية في المشهور، اوجد قيمة لندا ان طول الموجة للحزمة الضوئية خلال انتشارها في المشهور. اذا هنا حاولوا تجاوبوا على الأسئلة بأنفسكم حتى تتدربوا. الأمر إلى السؤال الأول، لنحدد سرعة الانتشار في المنشور، إذا العلاقة ديال المعامل الانكسار هي السي على في، إذا كتعطينا في كتساوي السي على ان، فنجد 1.8987 في 10 أس 8. إذا هنا سرعة الانتشار، هنا نسيت الوحدة، متر باغ سكوند، هنا متر
متر بار سكوند. نتابع إذا هنا عفوا صافي راه هي هذيك هي تقريبا 1.9 في 10^8 متر بار سكوند. السؤال الثاني، نعلم أن تردد الموجة الضوئية، إذا هذا مهم جدا، لا يتغير عندما تنتقل من وسط إلى وسط آخر. إذا ففي هذه الحالة في الفراغ لوندا زيرو هي سي فوا تي هي سي على مو التردد، وعندنا لوندا ان في الزجاج هي في فوا تي يعني في على مي. إذا من العلاقة واحد وجوج، إلى قسمنا جوج على واحد غنلقاو لوندا ان على لوندا زيرو كتساوي في على سي، ومن هنا جد لوندا. التمرين الثالث، دورة استدراكية 2013. خلال حصة الأشغال التطبيقية قام أستاذ مع تلاميذه بدراسة انتشار موجة ميكانيكية متوالية على سطح الماء باستعمال حوض الموجات قصد التعرف على بعض خاصياتها. يحدث مسمار رأسي اس متصل بهزاز تردده 20 هرتز عند اللحظة تي صفر يساوي صفر، موجة متوالية جيبية على السطح الحر لماء حوض الموجات فتنتشر دون خمود ولا انعكاس. يمثل الشكل واحد مظهر سطح الماء عند اللحظة تي حيث تمثل الدوائر خطوط الذرة. هل الموجة المنتشرة على سطح الماء طولية أم مستعرضة؟ علل جوابك. عين سؤال واحد جوج، عين قيمة طول الموجة لوندا، استنتج قيمة في سرعة انتشار الموجة على سطح الماء. نعتبر نقطة أم من وسط الانتشار تبعد عن المنبع اس بالمسافة اس ام تساوي 5 سنتيمتر، واحسب قيمة التأخر الزمني طو لحركة ام بالنسبة لمنبع اس. السؤال الثاني، نضع في حوض الموجات صفحتين رأسيتين تشكلان حاجزا بفتح عرضها ونشغل من جديد الهزاز بنفس التردد يعني 20 هرتز. يمثل الشكل المظهر سطح الماء عند لحظة تي، سمي الظاهرة التي يبرزها الشكل. الاثنان، علل جوابك. حدد معلل جوابك قيمة سرعة انتشار الموجة بعد اجتيازها للحاجز. توقيف الفيديو وأجيب عن السؤال. أما أنا فسأتابع بطبيعة الحال. إذا الموجة المنتشرة على سطح الماء طولية أم مستعرضة؟ إذا دائما الموجة على سطح الماء دائما هي مستعرضة. لماذا؟ لأن اتجاه التشويه عمودي على اتجاه الانتشار. سؤال ثاني، عين قيمة طول الموجة. إذا هنا طول الموجة كما كنلاحظ هنا في الشكل واحد، عندنا هنا جوج لوندا مسافة، عندنا جوج سنتيمتر، عندنا هنا جوج لوندا. إذا جوج لوندا كتساوي دي لوندا تتساوي دي على اثنان كما كتبته هنا، إذا كتساوي 1 سنتيمتر. إذا لوندا هي 1 سنتيمتر أو 10^2 متر. سرعة انتشار الموجة على سطح الماء، إذا هنا سرعة الانتشار هي في كتساوي لوندا فوا ان. إذا هي لوندا عندنا هي 10^2 في 20 اللي هي هرتز كتعطينا 0.2 متر باغ سكوند. 1/4 التأخر الزمني، إذا هنا كاين اس ام هي 5 سنتيمتر. العلاقة سهلة القضية، طو اس ام كتساوي على اس ام على في، إذا 5/10^2 على 0.2 كتعطينا 0.25 ثانية. إذا هذا هو التأخر الزمني. نمر إلى السؤال الثاني، الظاهرة التي يبرزها الشكل اثنان. إذا هنا الظاهرة اللي كيبرزها الشكل اثنان، فكتلاحظوا هنايا عندنا الشق عرض الشق أ، وكاين هنا طول الموجة. إذا فهذه الظاهرة تسمى بظاهرة الحيود دائما، لأن الموجة المواردة تمر عبر فتحة ضيقة. دائما باش يكون عندنا حيود يجب أن تكون الفتحة أو عرض الفتحة أصغر من طول الموجة. حدد معللا جوابك قيمة سرعة انتشار الموجة بعد اجتيازها للحاجز. إذا شنو اللي ما تيتغيرش هنايا هو طول الموجة. لدينا طول الموجة الواردة دائما يساوي طول الموجة المحيدة. اللاندا بريم تساوي لاندا تساوي 1 سنتيمتر، وبهذا نحسب
سرعه الانتشار. اذا في بريم كتساوي لوندا بريم ان هي 10 اس ناقص جوج في 20، اذا كتساوي 0.2 متر بار سكوند. اذا الى تغيرت لنا السرعه عندما نغير التردد، ففي هذه الحاله كنسميو الوسط وسط مبدل، لما تتغير فالوسط غير مبدل. الآن التمرين الرابع، الجزء الأول، انتشار موجة ميكانيكية وطني 2019 علوم فيزيائية لدراسة انتشار الموجات الميكانيكية على سطح الماء، نستعمل حوض الموجات بهدف هذا يهدف عفوا هذا الجزء من التمرين إلى تحديد بعض المقادير المميزة لموجة ميكانيكية نحدث بواسطة هزاز في نقطة S. كتلاحظوا هنا عندنا نقطة S من السطح الحر للماء، موجة متوالية جاذبية تردها 20 هرتز. تنتشر هذه الموجة عند اللحظة T تساوي صفر انطلاقا من النقطة S دون خمود ودون انعكاس. يمثل الشكل جانبه مقطعا في مستوى رأسي لجزء من سطح الماء عند لحظة تاريخ T. هل الموجة المنتشرة على سطح الماء طولية أم مستعرضة؟ علل جوابك. السؤال الثاني، حدد طول الموجة لوندا للموجة المدروسة. الثالث، استنتج سرعة انتشار في للموجة. الرابع، تمثل النقطة أم التي توجد على مسافة د تساوي اس ام بالنسبة للنقطة اس مقدمة الموجة عند اللحظة تي ام. عبر عن التأخر الزمني طول لحركة النقطة ام بالنسبة للنقطة اس بدلالة الدور تي للموجة. احسب طول. توقيف للفيديو لتجيبوا بطبيعة الحال. إذا السؤال الأول، هل الموجة المنتشرة على سطح الماء طولية أم مستعرضة؟ إذا حل الجواب، هذه مسألة معروفة، فالموجة دائما مستعرضة. لماذا؟ لأن اتجاه التشويه عمودي على اتجاه الانتشار. حدد طول الموجة لوندا للموجة المدروسة. إذا كتلاحظوا هنا من الرأس حتى الرأس عندنا 1.5 سنتيمتر، إذا من الرأس حتى الرأس 1.5 سنتيمتر، هذه هي طول الموجة. إذا 1.5 في 10 أس ناقص 2 متر، نحول لأن الوحدة العالمية هي المتر. إذا هنا عندنا العلاقة، سرعة الانتشار هي في كتساوي لوندا فوا ان، وبالتالي تلقى 0.3 متر بار سكوند. رابعا، تمثل النقطة ام التي توجد على مسافة اس ام بالنسبة للنقطة اس مقدمة الموجة عند اللحظة تي. عبر عن التأخر الزمني لحركة النقطة ام بالنسبة للنقطة اس بدلالة الدور تي للموجة. احسب طول. إذا في هذه الحالة اس ام على في، هذه هي العلاقه، كتساوي 2 لامدا على لامدا تي، اذا تتساوي لنا 2 تي، اذا هنا بدلاله تي. ومن هنا نجد بان طو تساوي 0.1 ثانيه. التمرين الخامس، وطني 2018، تحديد سرعة انتشار موجة فوق الصوتية في سائل. تنتشر الموجات الميكانيكية في الأوساط المادية فقط، وتزداد سرعة انتشارها مع كثافة الوسط المادي. لتحديد القيمة التقريبية لسرعة الانتشار في بي لموجة فوق الصوتية تنتشر في البترول سائل، نقوم بالتجربة التالية. عند نفس اللحظة T تساوي صفر، نرسل موجتين فوق الصوتيتين بواسطة باعثين E1 و E2 مرتبطين بمولد جي بي اف، جينيراتور باس فريكونس جي بي اف، ومثبتتين في احد طرفي حوض يحتوي على كمية من البترول، فتنتشر احداهما في الهواء والاخرى في البترول. نثبت في الطرف الاخر من الحوض مستقبلين ار ان وار دو، اذا هو الشكل واحد، بحيث يلتقط المستقبل ار ان الموجة المنتشرة في الهواء، يلتقط المستقبل ار دو الموجة المنتشرة في البترول. نعاين على شاشة رسم التذبذب الإشارتين الملتقطتين من طرف المستقبلين ار ا و ار دو والشكل اثنان، معطيات تقطع الموجتان نفس المسافة. ال سرعة الموجات فوق الصوتية في الهواء هي 340 متر بار سكوند، الحساسية الأفقية الرأسية للمتذبذب جو دو متر بار ديفيزيون. إذا هل الموجات فوق الصوتية مستعرضة أم طولية؟ علل جوابك. اعتمادا على الشكل اثنان، حدد قيمة تأخر الثماني طو بين الموجتين الملتقطتين، بين ان تعبير طو يكتب على الشكل طو يساوي ال على 1 على في ار موان 1 سير في بي، او جيب القيمه التقريبيه للسرعه في بي. اذا هذا هو التمرين، كان الوطني ديال الموجات 2018. امر الى التسع، الموجات فوق الصوتيه هي دائما موجات طوليه. لماذا؟ لأن اتجاه تشويه الوسط على استقامة واحدة مع اتجاه الانتشار أو موازي لاتجاه الانتشار. إذا هذا السؤال كان على 0.5 نقطة.
تحديد قيمة التأخر الزمني الطو بين الموجتين الملتقطتين. إذا كما أشرت فدائما إما كنديرو من البداية حتى البداية أو من النهاية حتى النهاية. إذا عندنا جوج ديال التدريجات وعندنا دو الحساسية الأفقية دو متر بار سكوند. إذا ساهل باش نحسبوها، هي جوج اثنان في اثنان كتساوي 4 ملي سكوند، ولا 4 في 10 أس ناقص 3 سكوند. السؤال الموالي نبين أن تعبير طو يكتب على الشكل طو يساوي ال 1 على VR موان 1 سير VP. إذا هنا عندنا لدينا سرعة الموجات فوق الصوتية في الهواء هي VR L على دلتا T، نفس الشيء VP هي في البترول L على دلتا T بريم. إذا هنا دلتا T هي L على VR ودلتا T بريم هي L على VP. إذا ومنه نجد TR، لأن دلتا T هي هاش، دلتا T هي TR موان T0، و دلتا تي بريم هي تي بي موان تي زيرو، هي ال على في ار ال على في بي، وما ننساوش بان تي صفر تساوي صفر. اذا ماذا سنجد؟ هي تي ار كتساوي ال على في ار، تي بي هي ال على في بي. اذا غادي نديرو طوب، شنو هو التاخر الزمني؟ هو تي ار موان تي بي، فنجد طو تساوي ال على في ار موان ان موان ال على في بي. اذا هنا نعوض مساله بسيطة جدا. ومن هنا نجد بأن طو هي ال تساوي واحد ال في واحد على في ار موان 1 سير في بي. إذا هذا هو التعبير، بين احنا وصلنا للتعبير المطلوب فيه. الآن إيجاد القيمة التقريبية للسرعة في بي. إذا من السؤال السابق وجدنا بأن طو تساوي ال ال فوا واحد على في ار موان 1 سير في بي. إذا 1 سير في بي هي 1 سير في ار موان طو سير ال. إذا هنا غادي نديرو المقلوب ولا نوحدو المقام على حساب. إذا هنا لا درنا المقلوب وتعطينا في بي تساوي واحد على واحد في ار موان طو سير ال، يمكن لينا نخليو هذا أو نوحدو المقام كما تشاؤون. إذا تطبيق عددي نجد 1303 متر سكوند موان سان كتطبيق عددي. الآن إذا أنهينا التمرين إلى التمرين السادس وهو التمرين الأخير علوم رياضي 2017، الموجات حيود ضوء أحادي اللون ومستويات الطاقة الذرية مستويات الطاقة الذرية لذرة. إذا هنا كتلاحظوا أن يمكن لنا في الموجات يدمجوا لنا الدرس الأخير الذرة وميكانيك نيوتن. نهتم في هذا التمرين بدراسة بعض خاصية الضوء الأحمر المبعث من جهاز الليزر هيليوم نيون. طول موجة هذا الضوء في الهواء 633 نانومتر، سرعة انتشار الضوء ثابتة بلانك إلى آخره. بالنسبة للزوايا الصغيرة تانجون تيتا تساوي تيتا، حيث تيتا معبر عنها بالراديان. حيود الضوء الأحادي اللون بعث من جهاز الليزر اش او ان هيليوم ونيون لتحديد العرض الي شق حجاب. ننجز التجربة المثالة في الشكل واحد كما كتلاحظون الشكل واحد باستعمال ضوء أحمر أحادي اللون منبعث من جهاز الليزر. نضيء بواسطة جهاز الليزر الشق ذات العرض آ فنشاهد على شاشة توجد على مسافة دي من الشق بقعا ضوئية وأخرى مظلمة بشكل متتابع. عرض البقعة المركزية هو ال ال صغيرة بطبيعة الحال. اختار الاقتراح الصحيح بين الاقتراحات التالية: سرعة انتشار الضوء في الزجاج أكبر من سرعة انتشاره في الهواء، الفرق الزاوي هو دو تيتا لندا على أ، تردد الضوء المبعوث من جهاز الليزر هو 100 تساوي 4.739 في 10 أس 14، يكون الفرق الزاوي أكبر إذا تم تعويض الضوء الأحمر بضوء بنفسجي. إذا هنا نحاولوا نقلبوا على الاقتراح الصحيح، فسرعة انتشار الضوء في الزجاج أكبر من سرعة انتشار في الهواء، هذا جواب خطأ لأن الهواء السرعة ديالو هي الأكبر، يعني نقاربها بسرعة الفراغ 3 في 10 أس 8. الفرق الزاوي إذا شفنا الفرق الزاوي ماشي دو تيتا هو تيتا لوندا على أ. تردد الضوء هذا غادي نحاولوا نحسبوه نشوفوا نتاكدوا لان ما عارفينش، يكون الفرق الزاوي اكبر اذا تم تعويض الضوء الاحمر بضوء بنفسجي. اذا هذا كذلك اقتراح خاطئ. اذا فالاقتراح الصائب هو تردد الضوء المبعوث من جهاز الليزر هو 4.739 في 10 أس 14. لماذا؟ فيمكن لنا نعلو، هو ما مطلوبش منا التعليل، ولكن هي نوي تساوي سي على لندا، إذا هي 3 في 10 أس 8 على 600. فالحساب ستجدون الجواب المقترح. إذا ضروري هنا خاصكم تحسبوا باش تأكدوا، وما مطلوبش منكم اختار الاقتراح الصحيح دون
يعني ان تبين، ولكن حنا خصنا نبينو باش نفهمو شنو هو الجواب الصحيح. اثنان واحد، في حالة الزوايا الصغيرة اثبت تعبير العرض ا بدلالة دي و ال و تيتا بالنسبة ل ال تساوي ناقص عرض البقعة المركزية، فنجد ال تساوي 3.4 سنتيمتر. احسب ا، اذا هنا عندنا تيتا كيف ما شفنا في الدرس، تيتا تساوي لوندا على ا، و تانجون تيتا اللي هي التيتا لان تيتا صغيرة لوندا على دو دي، فنجد تيتا تساوي لوندا على دو دي اي من واحد و اثنين، لوندا على ا تساوي لوندا على دو دي، ومن هنا نجد بان ا هي دو لوندا دي على لوندا. اذا هذه علاقة معروفة ولكن خاصنا نبرهنو عليها بطبيعة الحال. اذا كتطبيق عددي لقينا 55.8 ميكرو متر. ثم نغير المسافة بين الشق والشاشة بحيث دي بخيم تساوي 3 متر، احسب قيمة كل من الفرق الزاوي وعرض البقعة المركزية. اذا نعلم بان تيتا هي لوندا على ا، إذا تعطينا 11.3 في 10 أس ناقص 3 راديان، ولدينا تيتا تساوي لوندا على دو دي، إذا فلوندا تساوي دو دي فوا تيتا، إذا غادي نلقاو لوندا تقريبا 6.8 سنتيمتر. السؤال أحسب بالوحدة إلكتروفولت طاقة الفوتون الموافقة للضوء الأحمر المنبعث. جوج واحد، طاقة الفوتون كنعرفوها إذا هنا ديال الدرس ديال الذرة وميكانيك نيوتن، اش ني هي اش سي على لوندا، إذا فنعوض اش سي على لوندا كتعطينا تقريبا 3.14 أس ناقص 19 جول، نحول إلى الإلكترون فولت نقسمو على 1.622 راه معطيكم العلاقة ما بين الجول و الالكترون فولت، فنجد 1.96 الكترون فولت. السؤال 2.2، يمثل الشكل 2 مخططا مبسطا مساوي الطاقه لذره النيوم، اذا هو هذا اللي عندكم في الشكل 2. ينتج الاشعاع ذو طول الموجه 633 ملوات من جهاز الليزر عن مرور ذره النيوم من المستوى الطاقي ذي الطاقه او ان الى المستوى الطاقي ذي الطاقه او بي، حدد او ان حدد او بي. اذا الفرق اللي عندنا احنا من خلال السؤال السابق وجدنا بان او ان و او بي 1.96 الكترون فولت، اذا كيف، اذا بمعنى ان او ان هي او بي زائد 1.96 الكترون فولت. اذا هنا غادي نحاولوا نحسبوا داك الفرق باش نلقاو 1.96، اذا مثلا غادي نبداو ب 20.66 ناقص 20.29، غادي نحسبوا بالاله الحاسبه ديالنا ما نلقاوش بطبيعه الحال، 20.19 ناقص 19.45 الى ان نجد منحنى ان نجد بان او ان هي 20.66، ولا نقصنا من 18.70 غنلقاو بطبيعة الحال 1.96 الكترون فولت. إذا أشكركم، بهذا أكون قد أنهيت يعني هذا الفيديو. لا تنسوا الإعجاب بالقناة، اشتراك، وفي خير المطاف تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. أشكركم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله تعالى مع الفيزياء النووية بحول الله مع قوته.